واش تخبركم بلي الا حيدتوا واحد جوج بياسات من الموتور واللي اصلا ما غينفعوكم في والو، الكونسوماسيون عندكم غتهبط والبويسونس غتطلع، الفيابيليتي والديرابيليتي ديال الموتور غتحسن. اي يا اخوتي وكيف ما سمعتوا، هاد جوج بياسات هما لو جير والدي بي اف الطوموبيلات ديال المازوت ولا البي بي اف الطوموبيلات ديال ليسونس. الدور ديال هاد جوج بياسات غيعجبكم فحالة وحدة، اللي هي إلا كنتو مصحاب المدافعين على البيئة ولا إلا كنتو منخرطين في المنظمة ديال الجرين بيس. أما إلا ما كنتوش من هاد الناس وما كتهمكم لا بيئة لا طبيعة لا ربيعة وكيهمكم تقتصدوا في المازوت وتهبطوا من الكلفة ديال المانتانونس، اليوم جبت لكم واحد الطريقة سهلة مهلة. هاد الطريقة ولا هاد لوبيراسيون كتسمى بالإي جي آر والدي بي إف ديليت. وقبل ما نهضروا على الطريقة وكيفاش كتدار وبشحال كتدار، ما فيها باس نشرحوا بعدا شنو هو الدور ديال هاد لو جي آر والدي بي إف. ونبداو بلو جير واللي هي اختصار الاكزوست غاز ريسيركيليشن، ولا بالعربيه تعربت صمام تدوير غاز العديم. هاد الفالف بكل بساطه واختصار كيروسيكلي وكي انجكت لي غاز ديشابمون في الكوليكتور دادميسيون على قبول هدف واحد واللي هو الريدكسيون ديال لي زيميسيون ديال النيتروجين اوكسيد. بحيث هاد لوبيراسيون كينتج عليها الريدكسيون ديال لير في الشامبر دو كومبيسيون، وبالتالي الاوتبوت باور كتنقص ومعها التمبيراتور ديال الموتور كتهبط. هادشي اخوتي في مجمل ومزيانيه، ولكن ما تنساوش على ان هاد الفالف كيروسيكلي معاه حتى السوي واللي هو السخان ولا البودر كحلة ديال لامورفوس كاربون، وهذا البودر بالضبط هي سبب عذابكم وعذاب المطر ديال المازوت. بحيث مع الوقت لادميسيون غيتخنق ومعه لو جير والفلتر ابارتيكول والمافلر والريزوناتور غيتخنقوا وغيعمروا بالوسخ. وهنا بالضبط فين كيتقلب السحر على الساحر، بحيث البويسونس الموتور كتنقص والكونسوماسيون والتمبيراتور ديالو كتزاد، وبسبب الحراره العاليه اللي كتكون في الفلتر ابارتيكول واللي كتوصل حتى ل 600 درجه يقدر في اي وقت تشعل فيه العافيه. والنهايه هادشي راكم عارفينها، هادشي بلا ما نهضروا على الفلتر ابارتيكول اللي فيهم لا ريجينيراسيون اكتيف واللي كتدار بلي زاديتيف والالكتريك هيتين كولز، واللي الا طاح اون بانشي كومبوزون فيهم حريرتكم حريره. داكشي علاش باش تفادوا هاد فرع الراس ما عليكم غير تحيدوا هاد لي سيستيم ديال الانتي بوليسيون ميكانيكمون والكترونيكمون. وغير اللي يكون في علمكم اخوتي ان هاد التحييد ديال هاد جوج بياسات ممنوع من عباده في اوروبا وفي امريكان، واللي تقدر توصل الغرامه فيهم حتى ل 500000 درهم. اي يا اخوتي كيف ما سمعتوا 50 مليون سنتيم، وهذا الشيء بالضبط كاين حتى في مدونه سير المغرب، ولكن في الغالب صحاب لا فيزيت تكنيك اما كيديوها في حتى شي حاجه من هادشي من غير النوامر ديال الشاسي والبيسرينه. واش اخباركم باللي 20% ديال الحوادث السير اللي كيوقعوا في بلادنا اسبابهم هو الجليسمون ديال الرجلين في الوقيته ديال الفريناج؟ ايه كيف ما سمعتوا، وهذا الجليسمون كيكون جاي يا اما بسبب السوميلات الصباط اللي لابسين ولا بسبب الزواقه ديال لي بيدال اللي متاكلين وممحيين. وهنا بالضبط ما عندكمش مناش تخافوا وما كاين لاش تكلفوا العناء ديال تبدلوا البيدال كامله. بحيث مع التوب مود شوب جينا وجبنا لكم الحل الشافي والعافي. هذا الحل كيتمثل في الباك ديال لي كوفغ بيدال واللي كيجيو في ثلاثه ديال لي كولور، الاحمر والزرق والكري، ومناسبين لكاع الطوموبيلات اسوا كانوا مانويل ولا اوتوماتيك. هاد لي كوفغ بيدال ساهلين ماهلين في التركاب، والفيكساسيون ديالهم كتدار في برق ما تقشع. اللوك سبورتيف ديال هاد البتانات زين في الشوفه، وبهم السوغان غيحلى وزليق ديال الرجلين غيتسالى، وبسبب لي بولون اونتي ديغابون اللي فيهم الكوفيسيون ديال الفروتمون ما بين السوميلات الصباط كيطلع والسيرفاس دو كونتاكت دي بيدال كيتزاد. وغير اللي يكون في علمكم ان لي ماتيريو باش مصنوعين هاد لي كوفغ دو بون كاليتي واللي من بينهم لالياج داليمينيوم ولا بيس. واش كتسنى؟ بغيتي بالك يتهنى ما عليك غير بلي برودوي ديالنا اللي معروفين بالجوده والمتانه. كوموندي دابا في السيت اللي غيبان لكم في الشاشه واستافدوا من افضل العروض والاثمنه، ولا اتصلوا بنا على الرقم التالي 0626 23 24 46 0626 23 24 46. وهاد البروسيدور اخوتي ما كيتدارش عند اي ميكانيسيان، الا خاصكم تشوفوا حرايفي ديال بصح ويكون عنده مع الاي سي يو كلونين والروبروغراماسيون والمابين. هنا اخوتي كاين عندكم جوج اختيارات، يا اما تبلوكيو لا فانوجير وتخويو الفلتر ابارتيكول من داك السيراميك والبلاتينيوم اللي فيه، ولا تسبريميوهم كاع. بالنسبه الى بغيتو تبلوكيو لو جير غيخصكم تشري واحد لا بياس سميتها لو جير بلاك واللي كتانستالا في الجوان اللي ما بين لافان والبلوك ديال الموتور. هاد البلاك اخوتي تقدروا تلقاوها بثمن ما غيفوتش 200 درهم واللي فيها بزاف ديال الموديلات والشكال على حسب الموتور اللي عندكم والتيب ديال لا فانوجير اللي مانستاليا فيه. بالنسبه للفلتر ابارتيكول غيخصكم تحلوه بالمولوز ولا كيف ما تنقولوا حنايا بلامون، وتخويوه من السيراميك اللي فيه وتعاودوا تسودوه من جديد وتردوه لبلاصتو. وهذه الطريقه بالضبط كيديروها البريطانيين باش يتفاداو العقوبه والغرامه الماليه. وسوا بلوكيتو لجير ولا خويتو الفلتر ابارتيكول غيخصكم اخوتي ولا بد تسبريميو السوفتوير ديالهم من الاي سي يو، خاصه الطوموبيلات اللي تنجم فوق 2004، سينو كونوا على يقين ان الاي سي يو غيطلع لكم الفويون ديال تشيك انجن وحتى الانتي بوليسيون وغيدخل لكم الموتور في المود ديغرادي ولا الليمب مود.
بالنسبه للطريقه الثانيه واللي كتقام غاليه مقارنه مع الاولى، هنايا سيادنا ما عليكم غير تشريو الكيت كومبلي ديال الدي بي اف ولوجير والاد بلو ديليت واللي كيتقام بعلين 10000 درهم بلا تركاب وبلا ريبروغراماسيون. هذا الكيت اخوتي كيكون فيه الداون بايب والميد بايب والكات باك واللي بهم غتانيوليو الفلتر ابارتيكول ولوجير والسيستم دانجيكسيون ديال الاد بلو وحتى المافلر. وبطبيعه الحال حتى هاد لي موديفيكاسيون فلا ميكانيك خاصو يتبعها المابين والريبروغراماسيون ديال الاي سي يو ديال طوموبيلتكم. وحتى كاع الا جاكم هادشي غالي ما عليكم غير تمشيو لعند اي صدور يشد ليكم لي ديمونسيون ديال السيستم ديشابمون وديال البلاك ديال لوجير ويفصل عليهم بلاصي انوكسيدابل 304 واللي معروف عندنا بلينوكس. هذه الطريقة ولا حتى الطريقة الأولى غطلع لكم الأوتبوت باور بعلين 10 حتى 20 هورس باور وما بين 40 حتى 50 نيوتن متر الكوبل. من غير البويسونس الكونسوماسيون غتهبط عندكم بعلين 20 حتى 30%. وغتنساو شي حاجه سميتها الرومبلاسمون ديال التيربو والنيتواياج ديال الكوليكتور دادميسيون والسخونيه ديال الموتور والريسك دو كل ماطاج ديال الفلتر ابارتيكول. ايوا يا الحباب الحلقه ديال اليوم سالت، نتمنى انها تكون عجبتكم وفاتكم وميعادنا يتجدد من هنا واحد اليومين. هادشي كامل الا قلناها خوتي راه غير باش تعيشوا الحياه وبلا صداع الميكانيسيانات.